طيب. ففي هذا الجزء الثاني من المحاضرة بدنا هلا ناخذ ندخل في أول ونتعرف على أول شيء نتعرف على البيسكس بتاع الأول. أوكي؟ حناخذ شو الكلاس، شو الانديفيدوال، شو البروبريتي، شو سبيشال كلاسز. هذا بجوز كل بنهاية السكشن هذا كله أول بس هذا بدي يفهس. حتى نشوف. شو نشوف كيف نعرف الكلاس. أول شيء أول شيء كلاس نعرف زي كلاس تاع ار دي اف اس كلاس زي كلاس بيرسون سيتي كامبري. اوكي هلا كمان مره هون انا علمت الجري المقدمه زي مثلا انا بقول ليش ببدا الفايل اكس ال فيرجن مثلا 1 ار دي اف نيم سبيس وهون طلعوا بتقدر تحط اول نقطتين فوق بعض انطولوجي وار دي اف مثلا اذا بدك اباوت بدك تعمل كومنتس بدك تعمل ليبل الكرييتر لهي الميتا بروبرتيز تبعت الفايل تبعك كله. اوكي هلا بعدين بلش عرفت الكلاس. فكيف نبدا بتعريف الكلاس؟ بتبدا بتقول اول نقطتين فوق بعض كلاس ار دي اف اباوت بيرسون. هيك انت عرفت كلاس اسمه بيرسون او سيتي او كامبري. يعني اذا بدكم شو الكلاس هي كيف في اليو ام ال مسميه كلاس في الاي اي ار انت تريشن شيب دايجرام شو مسميه انت في الاو ام اوبجكت تايب. طيب في اي سؤال هون؟ وين انا بس شو قلنا كيف بدنا نعرفه بالار دي اف اس؟ ار دي اف اس نقطتين فوق بعض كلاس ار دي اف اي دي اي دي اه بس كيف كنا نحط اول شيء ايش ار دي اف اس نقطتين فوق بعض بعدين كلاس. اوكي هلا هو او يعني معنى اخر شكله شبيه اللي عنده قوي. لا لا لحظه لما بتروح مش عايز نيم سبيس اذا بتروح على الديفينيشن تبع كلاس في قوي غير شوي عن الديفينيشن تبع كلاس في ار دي اف اس. هلا فور يو دونت كونسيدر ا ديفرنس بس لا يعني للتفصيل ولكن انه انتبه انه هاي اتس ان اول كلاس مش زي ما بنسميها اتس ان اول كلاس بس انه يعني نفس الفكره. طيب كيف بنعرف انستانس او نسميه انديفيدوال ان انديفيدوال اوف ا كلاس. فمثلا بنقول مان RDF about Edward Sain. Country RDF about Palestine. City RDF about Jerusalem. هاي هي بس هيك بتعرف شو بتفوق هيك شو قلت انت؟ هذا انستانس لا لا على فكرة بلش انا بحط انستانسز كلمة اول بقدر احط انستنس بكلب اوي بقدر في يعني ما فيش سيبريشن يا ما في سيبريشن بين الداتا واللي هون بنسميه احنا سكيما او الاول يعني ما في سيبريشن بالفايلز. فهل بقدر اعمل في الار دي اف كيف حدا الار دي اف نقدر نحكي عن مثلا ادوار سعيد كيف اقدر اقول انه الطائر تبعه مان استعملت الجمله هذيك بار دي اف او استعملت هاي الجمله اول دي سير. اوكي ماشي طيب انتبهوا معي برضو بروبريتي بي اويل زي ار دي اف اس. لا في نوعين هون من البروبريتيز نوعين في ار دي اف في نوع واحد بروبرتي اللي هو العلاقة. هون في نوعين من العلاقة واحد بنسميها اوبجكت بروبرتي واحد بنسميها داتا تايب بروبرتي او داتا بروبرتي. اوكي ناخذ شو الاوبجكت بروبرتي. الاوبجكت بروبرتي هي اللي الدومين تبعها والرينج تبعها كلاسز بس يعني بينما الداتا بروبرتي الدومين تبع كلاس بس كلاس شو نوعه؟ داتا تايب. فبالتالي
ما بقول has book has author معناته book هو class class والدومين تبعها مثلا بيرسون فبقول book has author بيرسون بس ما بقدر احط هون literal فهمتوا علي؟ يعني اللي بيعرف قوائم بس على السريع انه هنا هاي book وهاي بيرسون وهاي has author book has author بيرسون اه بس هاي book has title وهاي داش يعني هاي نسميها non lexical value types هلا بجوز نفهمها اكثر لما نشوفها نقارنها مع الداتا بروبرتي الداتا بروبرتي بصير has book has title بس شو الرينج string دائما داتا تايب احد الداتا تايبس يعني يا من تستعمل الداتا تايب معرفه او انت بتعرف داتا تايب بس دائما وابدا ايش داتا تايب داتا يعني بوك برضو هاز برايس انتجر واضحه نوعين يعني انت هسه لما تقول لي لما تيجي تحكي علاقه بيرسون مع كلاس مع كورس إذا بدك إذا بدك تكتب الكورس ك ك يعني ك ك ك individual مش قصدك تحطه كسترين بدك تعمله داتا جروب اوبجكت جروب صح بس إذا بدك تقول أو مثلاً سوري بقول بيرسون بورن إن هلا بورن إن بعد شو تقول سترين ولا بدك تقول بدك تعرف كلاس مثلاً أدرس تصير object property بس إذا تحط string أو literal بقى هنا تقول data property في مرات data property و data type property هذا السؤال في أي سؤال؟ طيب خلينا نشوف الassertion الassertions هلا أنا بمعنى آخر ورجيتكم كيف نقول instance of a class صح؟ طب هلا كيف ممكن نقول an instance of a property؟ هاتوا شو؟ فبقول أنا description about هذا الإشي هذا الإشي has author are the if resources هاي author يعني هذا الإشي إله author هذا وإله title هذا وإله price هذا مر عليكم هيك؟ اه طبعا هذا وين ارجوني اول في اول هذا كل شو هذا ارديف نفس الشيء او بقول ارديف ديسكريبشن مثلا جون هاز وايف ميل فهمتوا علي لحد هلا كله زي الارديف اس ارديف سكي بس هون شو راي مثلا هاز اوثر بلى لا 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 لأن أنا بكلبها هلا بلا لا لا أوكي قصدي تقول هون مش وراي يعني بلا هاي وراي بلا يعني قصدك تقول هاي بلا هاي لا إيش بلاص هاي ما عارفين هم الكلب اللي أنتم مش تبعتك هلا إذا بدك تبعد برا تحط إكس نقطتين فوق بعض وتحط هذا ريف ريف ما في شيء هلا نضيف على أول بيسكس في كلاس اللي بنسميه الطوب أو thing thing هذا هو the class of everything يعني مثلا class person شو معضاؤه ناس الأشخاص اللي هم persons class city برضو المدن جيلين ورام الله والكريم لوكسمبورغ والآخر هلا في class اسمه thing اللي هو كل أنواع الانستنسز كلها في الدومين هي انستنس في الكلاس اسمه ثينج هذا بنسميه اليونيفرسال اللي فيه كل شيء هيك هذا كلاس بريديفاند يعني ريزيرف في اللانجوج وفي كلاس ثاني ريزيرف اللي هو البطل اللي هو كلاس شو فيه كلبه؟ نثينج ولا انستنس طبعا هذول بنعرفهم قديش هلا في يونيفرسال بروبرتي نفس الشيء كيف تي هاي للكلاسز هاي للبروبرتيز اليوم شو لا طبعا الاوبجكت بروبرتيز
يعني نقول هي شو الانستنس تبعتها؟ كل انواع كل الانستنس تبعت كل العرب. هاي كل الانستنس تبعت كل الكلاسز. واضح؟